كذلك الإسلام العظيم من دخله قد يخرج منه والعياذ بالله بفعل ولو كان به هازلا، قد يكون هازل يضحك يمزح يتغشمر وهو لا يدري أنه قد خرج من دين الله جل وعلا. ما هي النواقض التي من فعل واحدا منها خرج من الدين؟ ليش نتعلم هذه النواقض؟ حتى نجتنبها. لا نتعلم هذه النواقض علشان نطبقها على غيرنا، هذا تخصص العلماء والقضاء. أما نحن فإننا نتعلم هذه النواقض أولا لنجتنبها وننصح بها غيرنا. أول هذه النواقض الشرك. لو آمن الإنسان ودخل في دين الله عز وجل ثم فعل شركا أكبر فإنه يخرج من هذا الدين وينتقض إيمانه، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اثنين، الناقض الثاني من نواقض الإسلام أن الإنسان يجعل له وسائط بينه وبين رب العالمين. هو مؤمن بالله، هو يعبد الله، لكن يقول بجعل بيني وبين رب العالمين واسطة، شفيع بيني وبين رب العالمين، ما يبي العبادة المباشرة، يريد واسطة بينه وبين الله. قد تكون هذه الواسطة ملك، نبي، قبر، ولي، جن، أي شيء يجعل بينه وبين الله واسطة. واتخذوا من دون الله أولياء. ليش تفعلون هذا؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهو يتقرب لصاحب القبر عشان يقرب إلى رب العالمين، ويتقرب إلى هذا الجن عشان يقرب إلى رب العالمين، ويتقرب ويدعو هذا الملك أو هذا الحجر أو هذا الصنم أو هذا الولي حتى يقربه إلى رب العالمين. والله يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الله جل وعلا أخبر أن هذا هو فعل المشركين، كانوا يؤمنون بالله لكن جعلوا أصناما ليقربوهم إلى الله، حتى قالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هؤلاء الواسطة بيننا وبين رب العالمين. من فعل هذا الفعل فقد انتقض إيمانه وقد خرج عن دين الله جل وعلا. هذا الميت في قبره ما يستطيع أن ينفع نفسه حتى ينفعك أنت أيها الحي. الثالثة، الذي لا يكفر المشركين، ثالث ناقض من نواقض الإسلام، من لم يكفر المشركين ولم يكفر الكفرة، فإن من لم يؤمن بهذا الدين، لم يؤمن بالإسلام، لم يدخل في الإسلام فهو كافر، يهودي، نصراني، بوذي، مجوسي. الذي لا يكفر أولئك فإنه لا يصح إيمانه أصلا. اللي يقول النصارى مو كفار يكفر، لأنه يكذب القرآن. الله يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. اللي يقول اليهود مو كفار يكفر. الذي يقول المشركين ليسوا كفارا يكفر. اللي يقول المجوس ما هم كفار، البوذيين ما هم كفار، هؤلاء كلهم يخرجون من الدين لأنه يكذب الله ورسوله. ومن لا يعلم فليعلم أن كل من سمع بالإسلام ولم يدخل به فإنه كافر بالله جل وعلا.